كل الناس تقول لك اوبرا، هي اوبرا طبعا حاجه مهوله وجميله ومحترمه، ولكن في الاجدد، في ناس اجدد. الان طبعا دي هايله، ومن اللي عندهم كاريزماتيك على الشاشه هايل هايل. وعندك كمان مذيعات عربيات محترفات، و يعني انا مثلا كنت بحب، يعني مثلا من المورنينج شو اللي انا كنت بحب اتفرج عليها صباح الخير يا عرب. صباح الخير يا عرب من البرامج الجميله بصراحه جدا، بس يعني انا بحب جدا البرنامج ككونتنت وكمذيعين وقتها، يعني وقت ما كنت بتفرج وقتها. لكن كاسماء هظلم، وبعدين في نفس الوقت انا مش، لان انا برنامجي الصبح، فببقى اوريدي او حتى بالليل ببقى بقعد اذاكر او بقعد اكتب حاجات، يعني لما السكريبت بيجي لي فانا بتابع. بس لا، بس في ناس كتير كويسه جدا كمان. لا الساحه بجد الفتره دي مطلعه شباب كويس قوي، ومطلعه كمان نجوم، حتى النجوم الكبار بقوا مختلفين، يعني جلدهم اتغير يعني.